متابعينا الكرام في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية. استقرت الأجواء نهار هذا اليوم في عموم مناطق المملكة، وحدث بعض الارتفاع على درجات الحرارة. من المتوقع أن تتأثر المملكة بمشيئة الله تعالى نهار يوم غد الثلاثاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تعود معها فرص هطول الأمطار الرعدية لمناطق مختلفة من المملكة. كما من المتوقع أن يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة في بعض المناطق لتميل الأجواء تصبح حارة بوجه عام. صارت معكم خرائط توقعات هطول الأمطار. إذن خلال ساعات هذا اليوم ومساء هذا اليوم هناك سيكون بقاء لفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار فوق المناطق الشمالية الغربية من المملكة بوجه عام كما تلاحظون. أما خلال ساعات عصر يوم الثلاثاء من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتسع رقعة وفرصة هطول أمطار رعدية تشمل أغلب المناطق الشمالية من المملكة بمشيئة الله تعالى، بما في ذلك أيضا المناطق الوسطى من المملكة، بما في ذلك حتى ربما تصل إلى مناطق العاصمة الرياض، وتكون هذه الفرصة شاملة أغلب مناطق شمال غرب المملكة بالإضافة للمناطق الوسطى إضافة إلى المناطق الجنوبية المملكة. جميع هذه المناطق هناك سيكون فيها الطقس غير مستقر بعيد ساعات بعد الظهر بوجه عام، وتكون هذه الأمطار على شكل زخات رعدية من الأمطار لكنها عشوائية النطاق، تسبق بنشاط بسرعة الرياح وتؤدي إلى إثارة الغبار، كما ولا يستبعد أحيانا تكون بعض من هذه الزخات غزيرة في بعض المناطق. تستمر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة حتى ساعات يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى، وتكون متركزة أكثر يوم الأربعاء في مناطق الشمالية والشرقية وبعض الأجزاء الجنوبية من المملكة. أما الطقس هذه ليلة في العاصمة الرياض فيكون الطقس صافي، درجة حرارة 21 درجة مئوية وأجواء معتدلة بوجه عام. استعرض سوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا، ونبدأ من المناطق الشمالية من المملكة. في سكاكة من 30 إلى 20 مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار ورعدية الطابع، عرعر كذلك الأمر 30 إلى 18، في تبوك من 33 إلى 20 درجة مئوية. انتقالنا للمناطق الغربية من المملكة، مكة المكرمة 39 إلى 27 مع أجواء حارة نسبيا، جدة من 37 إلى 27 مع أيضا أجواء حارة نسبيا، بعض الأتربة المثارة في المدينة المنورة من 38 إلى 25، أما في الطائف من 31 إلى 19 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية تنشط بها السحب الركامية الرعدية سيما فوق الجبال، تكون في أبها من 26 إلى 19، في الباحة من 26 إلى 20 درجة مئوية، أما في جازان من 35 إلى 29 درجة مئوية. المناطق الشرقية في الإحساء 36 إلى 24، في الدمام 33 إلى 25، أما في حفر الباطن من 35 إلى 25 درجة مئوية. في المناطق الوسطى تتهيأ الفرصة في العاصمة الرياض لهطول زخات رعدية من الأمطار بعيد ساعات الظهيرة، تكون عظمى 36 إلى 24، كذلك الأمر هو في القصيم من 37 إلى 23، أما في حائل فتكون درجة حرارة 32 إلى ليلا 20 درجة مئوية، مع نفس الحالة الجوية المتوقعة هناك فرص لزخات رعدية من الأمطار بعيد ساعات الظهر والعصر. توقعات الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة في العاصمة الرياض تكون يوم الثلاثاء من 36 إلى 24، في حين تكون يوم الأربعاء من 38 إلى 28 مع فرصة لأمطار رعدية وأتربة مثارة، أما يوم الخميس فتضعف فرص الهطول وتبقى الأجواء بوجه عام حارة نسبيا من 36 إلى 23 درجة مئوية. هذا كان كل ما لدينا حتى اللحظة بشأن الأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.